طبعا فوز مهم جدا واداء يمكن رائع جدا من النادي الاهلي، تعودنا عليه هنا في ملعب رادس في كل المباريات اللي لعبها النادي الاهلي. زي ما انتم شايفين احنا لسه مكملين داخل الكوريدور الخاص ب طبعا غرفه لاعبي النادي الاهلي. طبعا معايا في هذه اللحظات رئيس النادي الاهلي المهندس محمود طاهر. الف مبروك، فوز كبير جدا بالنسبه لنا، وانت كنت متفائل امبارح ما كنت بكلمك. الحمد لله الحمد لله، لان عارف الجهد اللي مبذول من اللعيبه ومن الجهاز، ومتاكد ان ربنا بيوفق اللي بيبذل الجهد الكافي انه ربنا يوفقه. عندك ثقه في اللعيبه يعني بعد النتيجه الاولانيه؟ طبعا مفيش كلام، عندي ثقه في اللعيبه، وانا طول عمري بقول النادي الاهلي لما بيلعب تحت ضغط بيلعب احسن، ولما بيتحط عليه ضغط مسؤوليه بيقدر يشيل المسؤوليه وجدير بشيل المسؤوليه. وكل الولاد اللي كانوا في الملعب النهارده والجهاز الفني والجهاز الاداري من اول واحد لاصغر واحد الحقيقه قدوا ما عليهم وزياده، وكان عندهم تركيز زياده عن اللزوم، وروحهم النهارده وقبل المباراه واحنا في الفندق الحقيقه كنت حاسس ان الولاد نازلين يعملوا حاجه كويسه. اول ما انتهت المباراه حضرتك كنت في غرفه خلع الملابس، ايه الكلمات اللي قلتها للاعيبه النادي الاهلي؟ لا طبعا بركتها، ما فيش كلمات بقى، كلها حمد وشكر لله ومباركه للعيبه، والحمد لله ان ربنا وفقهم وان شاء الله يكرمهم ببطوله افريقيا السنه دي. ناخد البطوله ان شاء الله. شكرا يا باشمهندس، لسه طبعا مكملين، وزي ما احنا شايفين الاجواء الخاصه